بداية التخطيط أنا يعني وأخوي أبو محمد رحال الإمارات الله يذكره بالخير محمود الموفق من يسمع، خططنا على أساس نروح الألاسكا ونبدي من أول ألاسكا فوق لنهاية أمريكا الجنوبية. كان يعتبر يعني من يعني أصعب الطرق في العالم بحكم المسافة بحكم الإجراءات بحكم تقريبا حول 20 دولة، كل دولة لها إجراءات مشددة يعني فيها صعوبة، شيء مو سهل. المشكلة أبو محمد شنو؟ أبو محمد يعرف يتكلم إنجليزي، أنا ما أعرف أتكلم إنجليزي، أنا أعرف أقرأ إنجليزي، أبو محمد ما يعرف يقرأ إنجليزي، فتكنولوجيا أنا أفضل منه وأنا تكنولوجيا بالصحيح ولا شيء يعني صفر، عمى طاح على منكسر. المهم وخططنا على أساس أن نشحن لألاسكا ومن ألاسكا لنزول أمريكا الجنوبية. ما عرفت أدخل مواقع إنجليزية ولا عرفت أسوي أي شيء، ما حصلنا إلا الشحن لكندا. طبعا شحننا من كندا، هذا راح يضيع علينا وقت ومسافات وجهد. ليش؟ راح نبدي من في كندا فانكوفر، راح نصعد فوق لألاسكا ونرجع ثاني مرة كندا، هذه تقريبا بحدود 4000 يمكن على حد 7000 كيلو رايح راد، يعني هذا ضيعناه، بدل ما تكون بس نزول صارت صعود ونزول. راح نعاد عند رفيجي في كندا، ويوم قعدنا عنده قال السنة هذه 2018 حصل شيء غريب، كل الدببة اللي موجودة كلها تاومت، يعني الحين يعني مشتهاها للأكل صار أقوى، وحنا داخلين على الشتاء فتكون نوعا ما شرسة شوي. وقبلنا كان في رحالة على قاري درجة هوائية أكلها دب وتوفى في نفس السنة اللي حنا فيها. هذه المنطقة موجودة في شمال كندا، يقصدونها كل الرحالة وكل محبين المسافات الطويلة، أن العموم يجي وأكثرهم كان يحط لوحة سيارته، بس حنا ما قدرنا نأخذ لوحة السيارة بحكم أن ما تقدر تطلع يعني لوحة، فحطيت أنا شعاري، وكان من ضمنها هني بس موجود إذا ما خابني الظن 3 عرب بس، أنا من الكويت وأخونا محمود الموفق من الإمارات وأخونا خالد الجابر من قطر، بس 3 عرب اللي حطوا بصمتهم في المكان هذا. لما تدخل كندا وتكون وجهتك شمال راح تلاحظ الموارد تقل والخدمات تقل بشكل مو طبيعي، وبعدين ما راح تحصل لا أسواق ولا مطاعم ومحطات البنزين تقل، وبعدين راح تفاجئ أنه ما في كهرباء، العموم كله على جنريترات تنعدم الكهرباء ما في بحكم بعد المسافة. ولما تقطع بعد زيادة تدخل على شمال كندا مع ألاسكا تنعدم الاتصالات، شبكة الاتصالات ما هي موجودة، راح تلاحظ أن العموم كله عن طريق جهاز اللاسلكي. هني لما وصلت النهر هذا يفصل المكان اللي أنا فيه كندا والجهة اللي مقابلتني ألاسكا، وهني نهر جليدي بين الجبال، كان منظره جدا يعني ما شاء الله جدا ممتاز. فأنا معي ذرة بيت شعر وحطيت الفرشة السدو ونزلت الشاي والقهوة وكانت قاعدة لا يعلى عليها، كانوا كل من مرة الأجانب يعني كانوا يشوف الطابع العربي وعلى الدراجة النارية ما كانوا مستوعبين، لأن حتى لا زال القليل أو نسبة منهم كبيرة يعني صح التعبير ما عندهم ثقافة العربي على دراجة نارية رحال، مع أن الترحال موجود من أصلا أساس العرب من أيام الجمال وما سبق. ألاسكا فيها لها منفذين، منفذ جنوبي ومنفذ شمالي. إحنا كان
خط سيرنا على الجنوبي. بعدين لقينا ناس في كنديين قالوا لنا انصحكم تروحون المنطقه قريبه من المنفذ الشمالي، هذه تتميز بلحم الغزلان الغزال الموس. عد رحنا وصادف الحظ ان طلعنا من عند الجوازات الشماليه. لما جينا عند الجوازات الشماليه قالنا الشرطي وقفوا، وطلعت لنا ضابطه قالت تعالوا. لما دخلنا قالت انتم من وين جايين؟ قلنا احنا جايين من الكويت وكذي وكذي. انصدمت قالت لكم مني انا راح اعطيكم ختم، هذا انا ما اعطيه اي احد، هذا ختم خاص مني لكم. قلت الله يجزاك خير، يعني الشيء هذا يعني زين لنا احنا، طبعا كله بالاشاره. واعطتنا ختم اللي هو ختم غزال الموس هذا. لما قطعنا مسافات في الاسكا احنا معانا خزانات بنزين احتياطيه، بس نحاول قدر المستطاع ان ما نستخدمها الا للضروره القصوى. شلون كنا ندور محطات البنزين؟ لان هناك كل السيارات تحول من بنزين الى ديزل شمال كندا وشمال الاسكا بشكل ملحوظ، يعني البنزين مستحيل تحصله. كنا شلون نعرف محطات البنزين؟ كنا نشوف الهليكوبترات، الهليكوبتر وين تطب خلاص يعني في حول المنطقه هذه في محطات بنزين، وكانوا يعطونا بنزين، بس طبعا البنزين سعره مضاعف ما هو يعني سعر عادي بحكم بعد المسافه. لما دخلنا ألاسكا من في منطقة معينة قعدنا نشوف مجسمات الدياتشة، ديتش ودجاج، والله يا ابو محمد شو كثرنا الدياتشة والدجاج هنا. اكتشفنا آخر شيء اسم المنطقة هذه اسمها تشيكن، المنطقة هذه اسمها على المجسمات اللي حاطينها. وردينا عاد ثاني مرة على كندا، ومن كندا لقينا رحالة أجانب قعدنا نسولف، ما لقيتوا دببة؟ ما في دببة بالطريق؟ قال بل لقينا أربع دبب حصلنا بالطريق. طبعا محظوظ اللي حصل دب واحد، هذا يعتبر محظوظ. الطريق هذا اسمه طريق ألاسكا هايوي، والناس هذا يعني سعيد الحظ من يحصل له دب. فرزقنا الله وصادفنا 17 دب. اي يعني حتى الألاسكيين والكنديين قالوا انت شفت شيء احنا ما شفناه، انت محظوظ جدا يعني. كنا الحمد لله سهل الله، فصار عندنا الشيء عادي وطبيعي، وقعدنا نلحق الدببة. يعني قبل كنا نخاف منهم، الحين قمنا نلحقهم. شلون كانت الطريق؟ أول مصادفتنا لهم كان يكون في منحنى ويكون في دب، حنا نوقف هنا نقعد ساعة ساعتين ما نقدر نمشي، لأن إذا مشينا ممكن هو يقطع علينا الطريق، والدب خبطته قوية فمن الدببة البنية يعني شرسة جدا. فكنا ننطر لين ما يبتعد، وهذه كانت معاناة الطريق. وبعدين عاد لما رجعنا صارت عندي مشكلة بالسيكل، يعني يرجف يرجف حيل 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 بشكل مو طبيعي. فقلت الظاهر أن المشكلة من التواير. أبو محمد كان بيتشيك على التاير، بيوقف السيكل على السنتر ستاند السناد اللي بالنص على أساس بيفر التاير بيشوفه. مطر لما قمت من النوم قال ساعدني أنا بشوف التاير اللي خربان الأمامي ولا الخلفي. يوم رفعنا السيكل سمعنا صوت حديد، يوم سمعنا صوت حديد وقفنا للتاير كله مفكوك مفكوك، يعني الشيء هذا يذبح الله يكفينا الشر، والطريق كله سايد واحد رايح رد. اي الحين شو نسوي؟ توهقنا. فالحمد لله يعني عندي بعد الله خبره في الميكانيكا، وانا احمل يعني شهاده ميكانيكا اللهم لك الحمد، وعدلت السيم التاير وضبطته وسويته وكملت عليه. كان يبعد بيت رفيجي الكندي اللي كنا عنده اول شيء 370 كيلو، ولما صورت له الفيديو قال لي لا تحرك، انا الحين اجيك بالسياره واشيل السيكل، اهم شيء سلامتك. لما ضبطته دقيت عليه قلت ترى الامور طيبه انا جايك الحين. طبعا امر اصدقائي اللي كانوا معي يعني متواصلين على الرحله، وكل صديق نجي يكون عنده كتاب معين، جميع الرحالة والأصدقاء يمرونا وكل يحط له بصمة. أنا كانت معاي كروت خاصة لي، يعني كرت تكون في جميع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها يعني الشعار حقي، وكنت أحطه وكنت أكتب باللغة العربية وأخليها لهم مثل التذكار.
رحلة أمريكا، يعني أمريكا الشمالية اللي هي شمال كندا وألاسكا، عجبتني بصراحة يعني من بد كل الدول، وبإذن الله إن شاء الله لي زيارة قادمة لها إن شاء الله.